معرض اي 3 وعلى مدار اكثر من 20 سنة يعتبر المكان اللي الشركات تفاجئ فيه الجمهور بعروض قوية تسبب حماس كبير لهذه الالعاب، خصوصا لما تتفنن الشركات في هذه العروض وتقدر تعلن عن المفاجأة بدون اي تسريب. الشيء اللي جالس يصعب اكثر واكثر مع مرور الزمن ومن العروض اللي شفتها شخصيا بشكل مباشر في السنين الاخيرة، حبيت اشارككم اقوى وافضل 4 اعلانات فاجأتني وفاجأت الكل وحصلت على ردة فعل قوية وايجابية، والتركيز بيكون على الألعاب اللي كانت على قد هذه العروض، بمعنى أنه الإصدار الكامل كان فعلا على قد اللي شفناه وما تسبب بخيبة أمل وكان مجرد عرض خادع. أما ليش فقط 4 ألعاب؟ فالسبب أنه بعد تفكير مطول بكل صراحة هذه الإعلانات الأربعة هي اللي عالقة في الذاكرة. في المركز الرابع واحدة من أهم ألعاب بثيسدا، والكلام عن مؤتمرهم في E3 2015. فبعد عرض قوي ومطول ومفاجئ للجزء الرابع من فول أوت، شفنا فيه لقطات من اللعب والعالم المدمر بعد الحروب النووية، فاجأنا تود هاورد أكثر لأنه على عكس المعتاد مع إعلام من هذا الحجم أنه موعد الإصدار يكون بعد سنة أو سنتين أو أكثر، بثيسدا أعلنت أنه الجزء الرابع من فول أوت رح يصدر في نفس العام، الشيء اللي فعلا حصل وبدون أي تأجيل. وبالرغم من أنه اللعبة صدر وفيها جليتشات بثيسدا الشهيرة، إلا أنه التجربة ككل كانت جيدة وعلى الأقل كانت على قد عرض الكشف عن اللعبة. فبسبب الإعلان المفاجئ عن عودة فول أوت بعد 5 سنين من الغياب، واللي صاحبوا عرض مطول لطريقة اللعب وموعد إصدار كان في نفس عام الإعلان، الجزء الرابع من فول أوت بالنسبة لي كان من العروض القوية على مدار معارض E3. المركز الثالث من نصيب لعبة ايضا تم الاعلان عنها بشكل مفاجئ ومثير في E3 2015، لكن الفرق انها صدرت بعد 5 سنين مو 5 شهور. فعرض الاعلان الرسمي عن ريميك الجزء السابع من فاينل فانتسي ضمن مؤتمر بلاي ستيشن كان عرض قوي ومفاجئ لكل الحضور والمتابعين، خصوصا لما كيف الجمهور بدأ يلاحظ ويستوعب تدريجيا هو على ايش قاعد يتفرج، والصفيق والصراخ لما توصل الكاميرا على السيف المشهور كتأكيد انه فعلا هذا ريميك فاينل فانتسي 7. For they are coming back. At last, the promise has been made. وصحيح انه مثل ما ذكرت اضطرينا نصبر 5 سنين من بعد الاعلان للحصول على اللعبة، لكن في النهاية كانت تجربة جيدة جدا وعلى قد الانتظار لمحبين فاينل فانتسي. اما صاحب الوصافة فكان ضمن معرض E3 2016 في مؤتمر بلاي ستيشن ايضا، ومن نصيب لعبة كابكوم الجزء السابع من ريزيدنت ايفل. فالعنصر الاهم في عرض الاعلان عن عودة سلسلة الرعب الاشهر هو انه ما حد كان متوقع انه هذا العرض اللي قاعدين نشوفه يخص ريزيدنت ايفل، وما حد كان متوقع اعلان جديد عن ريزيدنت ايفل اساسا في المؤتمر، وبسبب انه العرض كان من منظور الشخص الاول والتوجه المختلف كليا عن الاجزاء السابقة، فالجمهور ما استوعب انه هذا اعلان عودة سلسلة الرعب للطريق الصحيح حتى وقت ظهور شعار ريزيدنت ايفل على الشاشة، الشيء اللي واضح من ردة فعل الحضور. ومن حسن الحظ انه كابكوم غيرت التوجه بالشكل اللي حصل، لانه مثل ما احنا عارفين الجزء السابع تقريبا اعاد اكتشاف السلسلة بعد جزء سادس كان مخيب جدا، وشخصيا سواء عرض الاعلان عن الجزء السابع من ريزيدنت ايفل او اللعبة نفسها كلها كانت تجارب لا تنسى. المركز الاول لافضل عرض اعلان للعبة من كل معارض اي 3 اللي شاهدتها بشكل مباشر، فبدون اي تفكير بالنسبة لي عرض الاعلان عن عودة God of War وكريتوس كانت من اهم واجمل العروض اللي شفتها عموما، سواء من بداية العرض بمعزوفة ملحمية مطولة خلت الكل يتحمس ويبدأ يتساءل احنا ايش راح نشوف، او حتى موضوع انه العرض المطول للعب واللي وصل لربع ساعة كان مباشر بشكل كامل، الشيء اللي ما قد شفته حصل قبل كذا، سواء من ناحية انه مخرج اللعبة كوري بار
كارلو كان فعلا بيلعب المقطع اللي بنشاهده او الموسيقى اللي بيتم عزفها بالتزامن مع اللي بيحصل على الشاشه. الاشياء اللي الكثير من الشركات ممكن تعتبرها مخاطره غير مرغوبه، لانه اي غلطه راح تسبب مشاكل. وردت فعل الجمهور على لقطه ظهور كريتوس اللي كانت ابدا غير متوقعه، خصوصا انه العرض بدا بطفل يلعب، فكانت اكثر من كافيه انها توصل قوه لحظه الاعلان عن عوده كريتوس. Yes, sir. Then show me what you know. فمن وجهة نظري المتواضعة، موضوع اللعب المباشر مع دخلة كريتوس واللي أعلنت عودة God of War بشكل مفاجئ للكل، مصحوبة بعرض مطول وقوي جدا لطريقة اللعب، فكانت عناصر كافية انها تخلي عرض الاعلان عن God of War واحد من افضل العروض في تاريخ المعرض ومن افضل العروض بالنسبة لي عموما. واللي يزيد من قوة العرض انه God of War وبعد الاصدار فاقت كل التوقعات مع تجربة اعطتنا اكثر من اللي شفناه في العروض الدعائية. العنصر المشترك بين كل هذه العروض اللي شفناها انها كانت في مؤتمرات فيها حضور وناس، وبالتالي ردة الفعل المباشرة مع تواجد حضور لعبت دور كبير في الحماس وفي الشعور اللي وصلت العروض. ولهذا السبب اتمنى انه من السنة القادمة تبدأ الامور ترجع لوضعها الطبيعي وترجع هذه الفعاليات والمؤتمرات بشكلها الكامل مع حضور للجمهور، ومين عارف يمكن بإذن الله نصير نغطي لكم المعرض من قلب الحدث في المستقبل. عموما كانت هذه العروض الاربعة هي الاكثر مفاجأة وابهار بالنسبة لي من كل عروض E3 اللي شفتها بشكل شخصي، واللي وانا بكتب النص لقيت نفسي ذكرها بشكل مباشر، وما حبيت اني اضيف اي شيء بس عشان اضيف مركز، وفضلت اني اخليها الاربع اعلانات اللي فعلا كانت مفاجأة ومبهرة بالنسبة لي وكانت على قد العروض وقت الاصدار. لكن كالعادة يهمني اعرف رأيكم في القائمة، وشاركونا العروض اللي كانت الاقوى بالنسبة لكم، وخلوكم قريبين لانه تغطية E3 والعروض القادمة راح تكون بشكل مستمر على بلاير 1. وكالعادة شكرا على المشاهدة.